شن طيران العدوان السعودي مجددا سلسلة من الغارات المكثفة على مناطق مختلفة من العاصمة، أبرزها منطقة النهدين في العاصمة صنعاء، حيث استهدف طيران العدوان السعودي منطقة النهدين بمديرية السبعين بعدة غارات وقنابل شديدة الانفجار، ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة. واستهدف طيران العدوان مجددا محطات الإرسال الإذاعي في عيبان ما أدى إلى تضررها. وجدد مصدر أمني بأمانة العاصمة مطالبته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية إزاء استمرار جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني وقتل أبنائه وتدمير مقدراته وبنيته التحتية بشكل همجي وبربري على مدى 8 أشهر بالعاصمة صنعاء والمدن اليمنية، غير مفرق بين منشأة خاصة أو مدنية أو عسكرية، في انتهاك واضح ومخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية والأعراف والقيم الدينية ومبادئ حسن الجوار.